حياكم الله. هنا كان برجاً بطبقاته، في كل طابق مؤسسة، مكتب، محل، وكان أيضاً المركز الوحيد لفحص الثلاسيميا في القطاع. جاء العدوان الإسرائيلي واستهدف البرج فتحطمت جدرانه، إلا أن صاحبه وسكانه رفضوا إعماره وقاموا برفع قضية ضد العدوان وسجلوها بشهاداتهم. فهنا مكتب للمحاماة، هنا مقر سياحي، هنا مكتب لتطبيق، وهنا الكثير الكثير. حال هذا البرج كحال القطاع، رغم العدوان يراكم الصمود. صوت المملكة من غزة بدأ، أهلا بكم. أهلا بكم، اليوم نلتقيكم من قطاع غزة مع مجموعة من الأهالي لنتحدث إليهم ونستمع منهم. في البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي. مساء الخير، وسأبدأ الترحيب بضيفي الحاج سعيد الدعور. مساء الخير حاج سعيد. أهلا بالدكتور عبد الله البدري. مساء الخير دكتور عبد الله. أهلا بالحسن سلمي. مساء الخير حسن. وأهلا أيضا بك هبة الهندي. أرحب بك مهندس محمود أبو غوش، وأهلا بالأستاذ أحمد السموني. سنتحدث وإياكم عن مجموعة من المحاور، واسمحوا لي أن أبدأ بضيفي الحاج سعيد الدعور الذي عايش حروب. نعم. كيف يختصر؟ هل تختصر؟ والله هي تختصر كلمة واحدة. نعم. لا سلام مع هذه الدولة، لأن هم نفسهم سياسيهم وبيعترف منهم، ولا واحد منهم مؤمن لا بحل دولتين ولا بإقامة أي كيان فلسطيني من البحر للنهر. دولة يهودية خالصة رغما عن أنوف اللي راضي واللي مش راضي. عندما تتمشى في هذه الشوارع وتجد هذا التراب الركام، بماذا تفكر؟ ماذا تحدثك نفسك؟ ماذا تقول لأبنائك للأجيال القادمة؟ ماذا تقول لهم؟ أنا بقول لهم هذا اللي بيصير مش راح ينتهي، والإعمار هذا كذب، لسه في ناس ما تعمرتش في حروب 2014 بأخروا في الإعمار، وهيهم إعمار ومدخلين علينا بأشياء غريبة. أي إعمار؟ إعمار يخرجوا عنا الاحتلال يا أخي، مش قادرين، قولوا مش قادرين. أما إحنا بدناش إعمار يجي تدمير. شوف تصور هذا الصاروخ، الأربع صواريخ اللي ضرب برج الجلاء. أنت عارف أنا كنت ساكن في منطقة النصر، طالع من أرضي، لأن أرضي على الحدودية. صدق وتأمن بالله زلزلت كل قطاع غزة يا رجل. ما الأمل الذي تعيش عليه؟ أمل العودة ليافة قبل هربيا. طيب سأستمع إلى وجهة نظر أخرى وحديث آخر مع المهندس محمود أبو غوش. مساء الخير يا مهندس. أنت قمت بعمل عدم التطبيقات الإلكترونية، تحدثنا عن هذه التطبيقات؟ سأتحدث عن من الآخر لل. نعم تفضل. من الأقدم، من الأحدث إلى الأقدم. نعم. آخر تطبيقه كان تطبيق لتشخيص فيروس كورونا عبر معالجة الصور الطبية بواسطة خوارزميات الذكاء الاصطناعي. الصور الطبية هنا أقصد الإكس راي والسي تي. نعم. وأيضا تشخيص سرطان الثدي عبر الأشعة الطبية بما يعرف بالماموغرافي بواسطة أيضا خوارزمية الذكاء الاصطناعي، وأيضا تشخيص برنامج لتشخيص سرطان الدم اللوكيميا بواسطة برضو الأشعة، بواسطة السلايدز المخبرية، بواسطة أيضاً خوارزميات الذكاء الاصطناعي. أثبتت نجاعتها هذه التطبيقات؟ بالطبع، اليوم هذه التطبيقات موجودة في كل جهاز حديث من صنع يعني شركة سيمنز الألمانية. متوفر هذا التطبيق كسوفت وير، يعني كتطبيق داعم للجهاز المختص. يعني لو احنا بنحكي اليوم في عندنا جهاز اكس راي، تمام، في برنامج مختص فيه لا يقول انه هذا الشخص مصاب بالكورونا او لا. طبعا نسبة الدقة بتتراوح يعني بشكل لو بدنا نقول من 90 ل 98%، ومن يعني من الممكن انه تكون في فترة من الفترات اكثر من ذلك او اقل من ذلك، وذلك بيرجع ل
موضوع حجم البيانات المتوفر، هل في صور قاعدة بيانات تتحدث؟ المهندس الآن تحدث عن كبرى الشركات تستخدم هذه التطبيق، هل هناك الآن يتم استخدام هذه التطبيقات بالوطن العربي وبالعالم؟ بالطبع هذه شركة جميع دول العالم تستورد أجهزتها، وهي شركة عريقة ومعروفة في المجال الطبي. بالطبع أي جهاز موجود في أي دولة، هو سواء دولة عربية أو دولة أجنبية، متوفر هذا الجهاز، هذه التطبيقات متوفرة. طيب مهندس الآن اللي بيستمع لهذا الحديث بأنه هذه التطبيقات التي قمت بعملها وتستخدمها كبرى الشركات، راح أسأل حاله سؤال. طب مهندس محمود ليش بعده بغزة؟ سؤال كتير حساس بالنسبة لي، إلي أسباب شخصية وإلي أسباب يعني عامة. أنا قبل عامين حاولت، كان في إلي جولة لمدة شهرين، يعني مدتها شهرين، على أكثر من دولة عربية وأجنبية، كانت للمشاركة في المؤتمرات. صدقا أنا يعني طالع أنه أنا لمدة شهرين، وقلت يمكن ما أرجعش لأنه حاسس في حاجة غريبة. فكل دولة كنت أزورها مدة 3-4 أيام تعرض عرض أنه خليك عنا، والإمكانيات اللي بدك إياها والعرض اللي بدك إياها، في عروض كتير. بصراحة ما استمرت الزيارة لأسبوعين، مش عارف إيش اللي صار معي، خلص بدي أرجع غزة، ما استحملت. يعني مع أنه في جمال، في حياة في الدول هاي، في يعني بتشوف حالك مردود مالي، وفي مردود مالي، وبتشوف الحياة يعني أكثر، في رفاهية عالية كمان، في كل حاجة. ما بعرف، خلص بدي أرجع لغزة. الآن عندما تتحدث عن بعض هذه التطبيقات وتقولي أنه أنا لم أستطع أن أخرج أكثر من أسبوعين خارج غزة وعدت إلى غزة، هناك من يتساءل كثير أنه أي شاب بالدنيا الآن بيطمح أنه يروح ويشتغل ويحصل وظيفة وبالتالي يكون له مردود مالي، وهي ثروة. تمام. ثروة مهندس تختلف على ما يبدو طبعاً. عن بعض الشباب. طبعا أنا ثروتي الحقيقية لما تضع الشركة شروطها، أنا أضع شروطي. يعني هي بتقول لي أنه أنا بدي أستفيد من خوارزميتك أو برنامجك، بدي أحطه في الأجهزة. طبعا هي بتكون اساسا مساعداني بالاساس في البنيه التحتيه، ومساعداني حتى في الامكانيات، ولكن عندما انتهي من الانجاز يصبح هنالك شروط لكل الطرفين. ما هو شرطك؟ اول شرط انه تضع كلمه ميد ان غازا. فالكل بيقول لي ليش مش محمود ابو غوش وليش مش فلسطين؟ يعني انت بتتنكر لا انا ما بتنكر لفلسطين، فلسطين الكل بيعرفها وغزة الكل بيعرفها، ولكن لما أي دولة أو أي شخص بيشوف كلمة صنع في غزة في هذا التطبيق ببادر له إنه هل هي غزة اللي بنشوفها على الأخبار، اللي بنشوفها على الأخبار. فالكثير بيبحثوا عن غزة، فبروحوا على جوجل بيبحثوا عن غزة، والله هي غزة هاي، طب كيف صنعت البرنامج هاي؟ فالكل بيصير يتردد وبيرجع للشركة. فبكون انا هدفي انه الناس تعرف انه هاي اللي صنع البرنامج هاي غزه، وغزه هي يعني مدينه من فلسطين. وبالتالي لديك طموح، لكن ساتوقف عند هذا الطموح واعود اليه، لكن ساذهب الى الدكتور عبد الله بدري. مساء الخير، انت اخصائي طب الطوارئ. يوم الامس نجلس مع شباب غزه فتحدثنا عن الاطباء، قال بالحرف الواحد بانه الطبيب في غزه كل الاطباء اطباء طوارئ، لا يوجد وقت للراحة لديهم، لا يمكنهم إغلاق هواتفهم. إلى أي حد هذا الحديث دقيق؟ والله يمكن الدقة تكون نسبة 100% صراحة. إحنا أغلب الأوقات عندنا طوارئ، السبب مش بس ضغط الحرب، موضوع الحرب، إنه إحنا للأسف الشديد برضو ما عندنا في مدينة غزة وضواحيها إلا مستشفى واحد مركزي هو مجمع الشفاء الطبي، وعدد الأطباء قليل، يعني بضل عدد الأطباء محدود. قد ما بدك تزود في عدد الأطباء يظل برضه عدد الأطباء محدود. فللأسف الشديد إحنا أغلب أوقاتنا صراحة مش إلا يعني أغلب أوقاتنا للمستشفى، حتى الفترة اللي بتكون أنت قاعد فيها في البيت مرتاح ومفروض يوم إجازتك ممكن يتصل عليك في أي لحظة، احتمال يكون في تصعيد يتصل عليك يقول لك فعل جدول الطوارئ. حتى في الأيام العادية اللي هي الأيام التصعيد اللي بتمر خلال السنة هذه يومين ثلاثة بيكون في حرب أو كذا، تجهيز لحرب أو خوف من حرب، فإحنا للأسف الشديد يعني نقدرش نقعد في البيت. طب يعني دكتور الآن إذا تم وضع استراتيجية طبية من قبلكم، ما الذي تطمحون إليه في البداية؟ إلى ماذا تطمح في القطاع الطبي في قطاع غزة؟
والله في البداية أطمح إلى زيادة عدد المستشفيات في القطاع، إلى إيجاد آليات تدريب أكاديمي يعني تضاهي اللي موجودة في العالم العربي لتخريج أطباء من قطاع غزة. إحنا عندنا جامعات بتدرس طب وجامعات للأمانة محترمة، إحنا بنحتاج للدعم في المجال الأكاديمي أكثر. هناك كوادر طبية كافية في القطاع لحد ما؟ لا، هو في كاختصاص، كاختصاص لا، كاختصاص غير موجود عدد كافي من الأطباء في الاختصاص. أغلب الأطباء في الفترة هذه للأسف الشديد يعني بسبب سوء الظروف المعيشية في قطاع غزة اضطروا انهم يهاجروا برا، يعني اغلب حتى الكفاءات العاليه يعني. دكتور انت لا تفكر بالهجره ايضا؟ والله اكذب عليك اذا اقول لك ما فكرت. فكرت صراحه، بس انا اصلا مهاجر على غزه. اها. انا كنت جاي من برا يعني. نعم. انا جيت من السعوديه على الاردن، والدة اردنيه، وقعدت في الاردن فتره، وبعدين قررت اني اجي على غزه عشان اكمل اختصاصي. كان الوضع هنا افضل وظليت واستقريت الحمد لله. الحمد لله. فالامور طيبه. انت قمت بعمل هجره عكسيه. صحيح. صحيح. أنا جيت في غزة على الحرب 2014 قبل رمضان بأسبوع. دكتور ما هو طموحك؟ إيه؟ طموحك؟ أنا؟ طموحي إلى أين يصل الآن؟ طموحي إلى الشخصي ولا طموحي إلى الشخصي؟ غزة؟ طموحي الشخصي إني أنا أكون استشاري في طب الطوارئ، إنه إحنا نحط جايد لاينز أو قوانين لطب الطوارئ خاصة بغزة، نكون إحنا مرجعية للعالم في طب الطوارئ صراحة، وفي الطب بشكل عام، في هي في الجراحات الطارئة. في الأول في جراحات الأوعية الدموية، وهذا حلم ليس بعيد المنال صدقني يعني. يعني الآن التيم وطاقم الطب اللي عندنا في جراحة العظام استفاد كثير من مسيرات العودة، وكذلك أطباء الأوعية الدموية وأطباء الطوارئ ما شاء الله خبرات للأمانة يعني مذهلة، لكن تحتاج لبعض التوجيه والدعم فقط. الحالات الأطفال التي نسبتها كانت كبيرة. صحيح. كبيرة حالة الأطفال. كانت كبيرة. كبيرة. في الحرب الأخيرة كانت نسبة محترمة يعني. لا أتحدث عن علاج بقدر ما أتحدث إلى آثار نفسية ترك العدوان على الأطفال. والله أقول لك آثار النفسية هي إصابة كل إنسان. أه. أنا يعني أنا ومجموعة الأطباء وزملائي اللي أنا بعرفهم في المستشفى بنشتغل مع بعض، كلنا صار عندنا عنف في البيت. مش بس على مستوى الأطفال، ابنك في البيت يمكن الإخوان اللي عندهم أطفال من الموجودين يشاركني الرأي إنه الولد بنام بصحى بابا قصف، بابا قصف. طيب. أنا مش عارف إيش أسوي يعني. والغريب إنه أنا لما جيت على غزة في 2014 وهذا جانب آخر طبعاً بالنسبة لنا، إنه أنا كإنسان عادي يعني مش كطبيب بطلع على الأطفال في غزة، كثير من الأطفال بتأتئ يا أخي، شيء غريب والله يعني. يعني شيء غريب. وهذا ما يقود إلى حديث إلى هبة الهندي، أنت سفيرة رياديات الأعمال. مساء الخير. إذا كان السؤال إلى الدكتور بأنه كيف كانت تتم المعالجات للأطفال، تحدث بشكل واضح بأن المعالجات النفسية كانت أكبر، وأنت قمت بعمل مبادرات تطوعية، ومن هذه المبادرات مبادرة لترفيه الأطفال. قبل أن أسأل عن الأطفال سأسأل عن هبة، حالات العدوان الحروب التي تمت كيف انعكست عليك حتى يتم عكسها على الأطفال في البداية؟ ربما كانت هذه المشكلة الأكبر الآن حتى أعالج نفسي وأستطيع أن أعطي للأطفال ما مررت به من تجربة. تفضل هبة. عزيمة المرأة الفلسطينية، عزيمتها أنها تتحدى لتثبت نفسها بالأنامل الفلسطينية، هي كامرأة كباقي الشعوب كباقي الدول العربية أو الأجنبية. الحمد لله قمت بعدة مبادرات خلال الحرب، رغم أنه بالحروب السابقة كلها طبعاً عايشتها وتعايشتها، وكانت بنفس اللحظة الشرع اللي أنقصف فيه أكون أنا بوزع فيه الفرشات والمخدات والمعونات والكبونات للناس. لكن هاي الحرب كانت كتير بصراحة عنيفة جداً جداً، فكانت أول مبادرة مبادرة يد واحدة، كانت عن طريق الجوال. كنت يعني كان مني جهد شخصي وكان مني من صديقاتي، كنا نجمع مبالغ، كان في شح واضح كتير، وكانت مناشدات تكون من الأهالي الموجودين بالمدارس اللي ترحلوا وتهجروا على المدارس، فكنا نعبي لهم مية، كانت مبادرات السقيا. نعم. وأيضاً البيوت نفسها اللي انقصفت كانت تنقصف البراميل المية نفسها، فكنا نشتري البراميل المية ونعبيها كمان. طيب لو تحدثنا عن الأطفال الآن، وضعنا خصوصية بسيطة الأطفال، كيف يتم معالجة هذه يعني صدمات نفسية؟ الدكتور يتحدث بأنه كان هناك عدد كبير من الأطفال. صحيح. بالتأتأة.
بالنسبة للأطفال ما نسيناهم، كان عندنا دراسة سريعة جدا أنشأت فيها كرنفال السفيرة، كان عبارة عن تفريغ نفسي للأطفال، سعادتهم إنه إحنا أطفال تستحق الحياة كباقي الشعوب كباقي الأطفال، فرفهنا وفرغنا عن نفسهم عن طريق كرنفال السفيرة. مثل شو؟ كان في عنا ألعاب الترامبولين، قلعات النفخ، كان يعني بالألعاب، بالألعاب صحيح، كان في منها الرسم على الوش، كان فيها نقش الحنة، أيضا كان في عنا القطارات المتحركة مع الأناشيد للأطفال، أيضا كان في عنا السيرك والبهلوان والمهرجين مع توزيع البالونات مع توزيع أكياس الشيبس، أيضا كان في عنا مبادرة صديق الحيوان شاركت معنا، فكانت حيوانات أليفة انبسطوا كثير الأطفال. طب شو أكثر سؤال كان متداول من قبل الأطفال؟ شو كانوا يسألوكوا؟ إنه ليش إحنا؟ شو معنى إحنا بنقصف بيتنا؟ شو معنى إحنا الدمار؟ إنه إحنا بدنا كل يوم هذا الكرنفال، كل يوم بدنا الألعاب، إنه الرعب كان كتير كبير. فعن جد يعني أنا كهبة كأم خفت على بنتي، إحنا محتاجين للأمان بغزة زينا زي باقي الشعوب التانية، إنه اللي بيصير فينا حرام. طيب السؤال الآن، الأطفال إلى أي حد هذه الألعاب الترفيهية بتخفف عنهم بشكل كبير ربما إنهم بينسوا؟ طبعا ينسوا الى اي حد، والى انه بيتذكروا انه خايفين، انه احنا من الممكن الان انه نعود الى موضوع عدوان ونصحى ومننام على ذات الموضوع. صحيح. هلا يعني بتشرف عبر من بركو كمان احكي، هلا كرنفال السفيره كان يومين بغزه، فكان القدوم لإله لا يقل عن 25,000 شخص ل 30,000 شخص بس بيومين. نعم. كان رغم هيك كان في الامور الاحترازيه وجهاز التعقيم وكل الامور هاي، لكن الاهالي كمان قبل الاطفال كانوا يطلبوا بدهم تفريغ نفسي اخر بمناطق تانية، بجباليا، خان يونس، رفح، لأنه شافوا قدي سعادة أطفالهم، وهم كمان إحنا الكبار رفهنا عن نفسنا. فكانت المطالبة هي اعملي لنا كرنفال تاني. وبصراحة أنا يعني ما كان مدعوم الإشي، كان جهد شخصي. نعم. يعني كانت الدخولية مجانية، كانت التذاكر بمبلغ بسيط، فكنا نعمل إنه شخص مجانا وشخص مدفوع الأجر. تمام. فإحنا بنتمنى عن جد إنه نلاقي مانح أو دونرز لنعمل باقي المحافظات التانية كرنفالات تانية حتى لو ليوم واحد. هذا الإشي كانوا كتير بطلبوه الأهالي والأطفال، وبالتالي هذا ينعكس ربما على طلاب الجامعات وينعكس أيضا على طلاب المدارس، الذي سأناقش مع ضيفي وباقي الضيوف أيضا، لكن بعد فاصل قصير. أول تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد، وأجدد الترحاب بجميع الضيوف. واستوقفنا قبل الفاصل الأول، كنا نتحدث عن الأطفال وكيف قامت هبة بعمل عدد من المبادرات للتخفيف والصدمة النفسية عن الأطفال. وهذا يقودني إلى سؤال آخر ربما سأذهب به إلى الحسن، وأنت طالب جامعي. الآن نتحدث عن حياة جامعية، نتحدث عن طموح أي شاب في الحياة الجامعية أنه يريد أن يصل إلى مراحل متقدمة من هذه الحياة حتى يستطيع الاعتماد على ذاته. أنت كيف تفكر الآن بعد هذا العدوان؟ هل اختلف عليك التفكير أم لا؟ أنت عايشت العدوان 2014. صحيح. يعني بداية أنا حلمي كأي طالب جامعي أنه ينتقل من مستوى تعليمي إلى مستوى تعليمي أعلى، لكن في الظروف اللي إحنا بنعيشها هان، كثرة الأزمات والحروب أدت إلى إعاقة عملية الانتقال ما بين المراحل الدراسية. فبتلاقي انه المستوى اللي انت مفروض تخلصه في 3 سنوات بيقعد 8 و9 سنوات على ما انت تجتازه وتفكر انك تنتقل لمرحلة اخرى. وبالتالي هذا يمر من العمر، بيسرق العمر كله، وانت لسه نص طموحك اللي تحققه بتكونش انت خلصته. هذا الامر مش بس انه بأخرنا وبيأثر على حياتنا ما بعد الحياة الجامعية، لأنه أي فرصة عمل بعد هيك ما بتكون مبنية على مستويات دراسية، فعدم الحصول على أي مستوى دراسي أو المستويات إلى أي حد تفكر بأنه هذه الشهادة الجامعية هي فقط أمام المجتمع أنه أنني حاصل على درجة البكالوريوس وخلاص؟ لا، مش هذا الموضوع أنه أنا بس حامل شهادة أو لا، يعني خارج الإطار الجامعة والشهادات
الواحد هم برضه بطور حاله بدورات خارجيه وشغلات على اساس انه هو يحاول يشرد من المتطلبات اللي بدها، من الوظائف اللي بدها شهادات جامعيه بوظائف حره ما بدها اي مستوى تعليمي. يعني هو الهدف من العمليه التعليميه اول حاجه ايصال رساله انه احنا ضمن كل اللي بيصير فينا وتحت الظروف اللي احنا بنعيشها انه احنا مستمرين بالعمليه التعليميه ومستمرين بتحقيق اهدافنا برغم كل الظروف اللي بتصير علينا. طيب الان لو تحدثنا عن التعليم، الى اي حد يوائم ما تفكر به انت الان في القطاع؟ هو تقريبا يعني مش بنسبة كبيرة برغم المضايقات على جميع الأطر. يعني خليني أعطيك مثال، ومثال معنا واضح المهندس محمود عندما تم السؤال لماذا لا تخرج خارج غزة، قال هناك شيء شخصي وعام، هو الـ وبالتالي هو ما جعله يبقى في قطاع غزة ويفكر بطموح آخر. سنأتي إلى هذا الطموح. فكرة الالتحاق بالجامعات الدولية كانت موجودة ولا زالت، لكن إغلاق المعابر والقصف اللي صار آخر مرة، أنا كنت مسجل لدورات في هولندا أني أنا أدرس أونلاين، بس قصف الأبراج اللي صار أدى إلى انهيار شبكات الإنترنت، حرمني من فرصة الالتحاق فيهم حتى لو كان إلكتروني. وكثير المعبر أحال ما بيني وما بين الخروج الالتحاق في ورشات ودورات أكاديمية شهاداتها عليا خارج قطاع غزة. في الوضع هذا احنا بنحاول ان نستمر بالموجود. تعتبرها تحدي؟ هو تحدي كبير، مش بس فقط الي، لفئه كبيره من الشباب هان في قطاع غزه، منهم التحدي هذا حرمهم من فرص التعليم وحرمهم من فرص كبيره وخيرهم ما بين حقوق الهم. طب الان انت كيف تفكر بالتغلب على هذا التحدي وانت وامثالك كثر؟ انا فكرت في التغلب هذا باني اطور قدراتي الهندسيه وقدراتي في اللغات الاجنبيه بحيث اني انا احاول اشوف دول متطلباتها بتكون اقل من المتطلبات اللي احنا بدنا اياها. يعني في بعض الدول ما بدها شهادات علميه عاليه على اساس انه نشتغل فيها، وبتدي وظائف افضل من الوظائف اللي بتكون مثلا ممكن انت تلاقيها في قطاع غزه. فكل شيء بيكون اصلا مبني على العمليه التعليميه، بدون استمرار هذه العمليه التعليميه حيكون في تحدي كبير بينك وبين انك توصل ل بديش اقول حق انه صار حلم عندنا انه تستمر في حياتك وطموحاتك في الاستمرار. وهذا يعود بنا الى المراحل التعليميه الابتدائيه الاولى التي على اساسها يتم تاسيس الطالب. واذهب به الاستاذ احمد السموني. مساء الخير استاذ احمد. لا اريد ان اتحدث عن حال القطاع التعليمي الان، لكن اود ان اطرح سؤال وهو ما هي اكثر الاسئله التي تتردد من قبل الطلاب لمعلميهم في القطاع؟ بداية نتقدم بالشكر لكم في هذه الفضائية الرائعة. شكرا لك. ونبرق بالتحية لشعبنا الفلسطيني الصامد الصابر، ونخص بالذكر المعلم الفلسطيني الكادح الصابر في هذه الأرض الطيبة. السؤال القديم الحديث اللي بتردد من الطالب قضية لماذا هذا العدوان؟ وإلى متى يستمر هذا العدوان؟ خاصة أنه طالب يعني كل 5 سنوات يعني بالمتوسط الوسط مثلا في عدوان إسرائيلي غاشم على الشعب الفلسطيني. نعم. المرحلة التعليمية اللي احنا بنعلمها وأخطر مرحلة الثانوية العامة توجيه، لأن احنا بنحكي في مرحلة مفصلية مهمة. أنت ما بعد التوجيه انطلاقة للجامعة. نعم. ومن ثم انطلاقة لأنه يبدأ العمل والكدح. الآن الطالب ممكن بده يدخل في الجامعات الفلسطينية أو بده يطلع الجامعات في الخارج، بده يدرس طب، بده يدرس هندسة، بده يدرس في القطاع نفسه. الآن الطالب معاناة شديدة. هذا العدوان صراحة مربك للطالب. يعني آخر مرة امتحان الثانوية العامة الآن اضطرينا إحنا نأجله أسبوع كامل للمردود النفسي، أقل شيء يمكن كبرها زمنية مش كثيرة، لكن المردود النفسي للطالب لأنه نعم. عاش 11 يوم المقاطعة. لكن أعود إلى ما كانت الإجابات من قبل المعلمين على السؤالين التي تم طرحهم منك الآن، لماذا هذا العدوان وإلى متى هذا العدوان؟ كيف كانت الإجابة؟ وأنت طرحت هذا السؤال في يوم ما واستمعت الإجابة، الآن يطرح عليك هذا السؤال وأنت من تعطي الإجابة؟ بصدق الطالب بيسأل هذه الأسئلة، ما بتتوقف من الطالب وما بتنتهي. يعني الآن لماذا هذا العدوان؟ طبعاً الإجابة على هذا السؤال الأرض الفلسطينية العظيمة لما لها من أبعاد وقداسة واهتمام. طبعاً هذا العدو الصهيوني الغاشم هذا السبب اللي بخليه دائماً 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 يكيل الضربات والهجمات الشرسة على هذا الأرض الفلسطينية.
هذا الجواب الموجود ايضا عند الطالب، لكن بصراحه خلينا نقول كثره الضرب والعدوان الصهيوني ممكن بشتت ابعاد الطالب. نعم. والان الطالب يعني يبحث عن بصيص امل ونور، طالب يبحث يعني لعل وعسى ان يجد ملاذ امن له اليوم او غدا او بكره في المستقبل، او حتى ابنائه في القريب العاجل. مثلا الان احنا نحكي في مرحله حساسه، كمان 4 5 سنوات الان حيصير اب، هو طالب عندي 4 سنوات حيتخرج جامعه ويصير اب، يمسك يعمل ويصير كادح في السوق الفلسطيني الغزي ويصير اب، الان بيبحث على الامل. هذا السؤال ما بينتهي عنا، ما وبصراحه بيستهي. احنا بنصبر شبابنا وطلابنا. نعم، الا يحتاج ذلك الى ربما ماده خاصه او منهاج متخصص عن القطاع، حتى على الاقل انه هذه الاسئله تجد لها اجابات حتى في كتب ومناهج؟ قد يكون من الصعوبه بمكان انه يكون في منهاج خاص، لانه هذا المنهاج اللي احنا بنحكي فيه هو اصلا هو حياه الطالب. نعم. فهذا يعني الان العمر الزمني او الحياه العمليه اللي بعيشها الطالب والحروب اللي بعيشها الطالب هذا منهاج، لانه في كل يوم في كل لحظه في كل حركه في كل سكنه هذا بيعيشه، فكيف انا بدي ادرسه شيء واقع هو بيعيشه وزمعائه، يعني عفوا هو واباؤه واجداده واحفاده، ونسال الله ان يكون تحررنا من هذا النير هذا الاحتلال كله بعيشه. الان اذا احنا بدنا نحكي عن منهج هو منهج خفي منهج خفي من المعلم للطالب، المزيد من التثبيت والصبر والثبات حتى يعني ننتقل ان شاء الله بهذا النشئ طلابنا ابنائنا اكبادنا ننتقل فيهم عبر هذه العملية التعليمية وينطلقوا إن شاء الله للعمل، ويكونوا هما أعمدة أساسية لبناء هذا الشعب وبناء هذا الوطن الغالي علينا. وبالتالي هذا يحتاج إلى دعم معنوي ونفسي للطلاب بزرع الأمل والطموح في المستقبل القريب، صحيح؟ بلا شك، يعني بحتاج دعم نفسي كبير، وإحنا كثير بصراحة يعني حالات يعني البعض من الطلاب بتعرض لصدمة، يعني اليوم اللي فقد بيته، اللي فقد والده، حتى المعلم نفسه في العملية اللي هو يعتبر محور العملية التعليمية والركيزة الأساسية في العملية التعليمية، يعني المعلم اللي استشهد، طيب هذا يعني بصراحة خلانا نفقد شريحة مهمة. نعم. طيب المعلم الجريح، المعلم اللي فقد بيته، هذه بصراحة كلها معاناة إحنا بصراحة بنعانيها، ويعني غالبا بنضطر إنه أحيانا نناشد إنه يكون في كيوم ترفيهي أو برنامج ترفيهي للمعلم. ليش؟ نعم. حتى نخرج المعلم من هذه الصدمة، لأن المعلم الآن في الآخر هو إنسان. نعم. المعلم في الآخر هو إنسان، يعني قد ما إحنا بنقول المعلم بده يصبر ويتحمل ويحتسب جميل وبده يصبر الطالب، ممكن يكون المعلم عليه العديد من الأعباء أهوال شديدة على كاهل المعلم، لكن رغم هيك أول ما يوصل باب المدرسة كل هذه الأعباء بده يلقيها جانبا. نعم. حتى يصبر الطالب. وهذا يعطي أيضا جانب آخر حاج سعيد على دوركم في إعطاء المعلم أيضا هذه الدفعة المعنوية. الآن المعلم يتحدث عن منهاج خفي أسماء الأستاذ، وهو كيف يمكن أنه الأطفال نجعل عندهم صمود ونزرع عندهم الأمل، وهذا هو الأهم والأساس. تفضل. تعرف سبحان الله. نعم. والله بدون تدابير، هي تدابير ربنا، كل شيء الشعب. نعم. عمل المستحيل، يعني اللي حتى الإسرائيليين نفسهم بيستغربوا من صمود الناس هذولا كفلسطينيين، بنضغط عليهم من كل النواحي بلديهم بتحملوا، بنضغط عليهم أكثر بتحملوا، هو حيصل لمرحلة إنه ييأس من اجتثاثنا. هو المسألة يعني إذا كان في التعليم ولا إذا كان في الترفيه ولا إذا كان في الحياة، إحنا بشر برضو، الحياة النفسية للأطفال، الحياة النفسية للأطفال. نعم. والطلاب الآن اللي بيعيشوا، أنا بدي أقول لك تجربة طفل ابني. تفضل. في الحرب 2008 منطقتي دخلتها الدبابات الإسرائيلية ليلة السبت. نعم. وهم بيعرفوا العصر الحرب هذه، ابني كان عمره 4 سنوات، كان بيته مهدود وهو في بطن أمه. نعم. هدموا بيتنا ورمونا في الشارع 3 سنين. هلقيت لما دخلوا على الدبابات عشنا ليلة من العصر لتاني يوم الساعة 8 ما حدش نام دقيقة، الولد ساكت وإحنا كل واحد تكومنا أنا والبنات وأمهم والولد في حضن أمه، ما حدش صرخ، بدأ الجوازين والضرب الدار اللي انضربت الجوازين سيلن، قلت لهم تعال شوف تجربة يعني ليلة. نعم. من الليالي قلت للبرا والبنات يلا نزحف زحف على المطبخ على الحمام نعبي أكتر شيء أواني عنا عشان بعدك مش عارفين إحنا الفترة إحنا منطقة في طم السبع يعني لا بيجينا إسعاف ولا بيجينا مطاف ولا بيجينا حاجة، عبوا مية صرنا نزحف نعبي المية. طب هلقيته لما يدخلوا علينا اليهود في الليل حيقتلوا مين اللي حيفتح الباب؟ الولد طلع من المعرض وضعت كل سيناريوهات
كيف؟ أقول لك في جاري بنادي علي يا دعور يا دعور، مرتي بتقول لي مات، قلت لها لا، لو الصواب أو مات كان ما طلع صوته عالي، بس هو لقيت شرد، وفعلا لقيناه شارد. الولد لما بدأ يكبر سنة تأتي، هيو في توجيه السنة، هيو في توجيه السنة. بعدين بدي أقول شغلة خاف. اسمع، ما هو اللي بخافش من إنسان، صحيح الخوف، صحيح. أقول لك هم كمان ضربة الصواريخ، الحرب هذا أقول لك إياها بكل صراحة، وكلهم جربوا عاشوا الحرب هذه. يا أخي الصواريخ السنة هذه مش طبيعية، مش طبيعية. أنت بتقول، أقول لك أنا كنت قاعد في أثناء الحرب على الدور الرابع، تصور زلزال يا رجل، زلزال تحتينا. مرات في صواريخ بنسمعهنش بس ما بنشوف حالنا ولا إيه، ولا كل بهز كله هز. من وين هذول؟ يعني شوف، شعبنا للأمانة شعب هذا رباني، والله العظيم رباني بكل أطيافه، بكل أطيافه شعب بحب كل الشعوب العربية خاصة الشعب الأردني. يا أخي كنت أروح على مصر تطلع الفلسطيني تقول أنت فلسطيني، بس في الأردن تعرفش الفلسطيني من 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 الأردني. إحنا شعب واحد، إحنا شعب واحد بين الضفتين. شعبنا كمان الأردني وقفته معنا، الحرب هذه كمان قديش أسعدتنا، قديش ألمتنا، قديش أسعدتنا، جمعت كل الشعب العربي حوالينا. يا أخي تصور، آلاف آلاف الأردنيين، آلاف آلاف اللبنانيين، آلاف آلاف اليمنيين، آلاف آلاف المغرب المغاربة، 2 مليون جزائري، كلهم هبوا مع. أقول لك إحنا رجعنا مع الإسرائيليين، مع ال... مع ال... مع اللد، ومع ال... مع أم الفحم، ومع ومع سخنين، ومع الناصرة، ومع حكة، رجعنا ل47. طيب دعنا الآن نعود إلى الحديث عن أمل إنجاز رغم كل هذا الصمود وكل ما يحدث الآن. نعود إلى المهندس. مهندس الآن بماذا تفكر؟ ما هو جديده؟ صراحة دائما أنا في حد قال لي مقولة إنه أنت مش هتلاقي طريق مختصر لأي مكان يستحق الزيارة. فيش طريق مختصر، يعني حياتنا حياة مصاعب، حياة تحدي. فلذلك أي هدف أنت بدك تحطه لازم تحطه قبل فترة ولازم تسعى لتحقيقه. أنا في 2021 حطيت 3 أهداف، تحقق هدف، ضايل لي 2. نقدر نعرفهم ولا إيه؟ نقدر لا نعرفهم لا هم فاجر. أهداف شخصية نعم. ولكن يعني أحد الأهداف اللي أنا حاطه وإن شاء الله أنا أسعى له وهو طموحي منذ سنوات، إنه أنا أسس شركة برمجيات، شركة برمجيات تصدر هذه البرمجيات لكافة العالم. إحنا أهل غزة وأهل فلسطين حتنصدم إنه في تطبيقات كتير كتير عالمية ومشهورة، لو أنت رجعت لمين اللي برمجها أو مين اللي طورها حتلاقيهم إنهم مبرمجين من غزة، ولكن حقهم يعني من إنه منقولوا إنه هذا برمجتنا رايح، لأنهم هم بيشتغلوا زي ما بيقولوا عمل حر، فريلانسر، بيشتغلوا لشركات معينة وما بياخذوا مقابل عائد مادي، عمل مقابل، لأنه إحنا أنت عارف فيش فرص عمل في قطاع غزة بالفترة الحالية، وحتى مع وضع الكورونا كتير مؤسسات وكتير يعني أعمال تسكرت. لذلك كل الشباب وحتى قطاع تكنولوجيا المعلومات بتوجه لموضوع العمل عن حر والعمل عن بعد في عبر الإنترنت. لذلك حتلاقيهم، يعني أنا بديش أقول لك، بديش أبالغ، ولا حقول لك 80% من التطبيقات الكبرى في العالم هي برمجة أيادي فلسطينية من قطاع. عندما تسأل الشباب عن ذلك أو غير الشباب في عمل هذه التطبيقات يقول لك بالدرجة الأولى الإمكانيات هي من تجعلنا نتوقف. بالضبط. أنت ما توقفت إذن؟ مش إمكانيات. شوف عندنا في غزة أي حد بده يحبط نفسه نفسه بقولها الإمكانيات مش موجودة. أنا الجواب يعني هو إذا خلص بده يريح نفسه بقولها والله الإمكانيات مش موجودة. أنا يعني في فترة من الفترات وما زلت يعني لما بدي أضحك على نفسي بقولها والله ما فيش إمكانيات. طب لمتى؟ أحياناً بيجيك الإلهام، الإلهام هو العنصر الأساسي لأنه تقول لا والله بأبسط الإمكانيات أنا بدي أنجز. أنا مثلاً مهندس برمجيات، احتياجاتي لابتوب، كمبيوتر، إنترنت، كهرباء. اللابتوب أوكي متوفر، الإنترنت والكهرباء هاي مشاكل، يعني تحدي في قطاع غزة
تخيل انت روح لاي بيت فلسطيني في قطاع غزه حتلاقي عنده من 3 لـ5 مصادر كهرباء، بطاريه، طاقه شمسيه، ماتور، بدائل، خط ماتور في الشارع، خط كهرباء بديل ماخذ من جاره. فهاي اكبر تحدي لنا، لانه انا بعيش في نفس الازمه، انه انا البدائل عندي في الكهرباء، بحاول كل يوم يعني بفكر في البدائل اكثر ما بفكر ما بتطوير الذات او تطوير الشغل. يعني تفكر شيء خاص بقطاع غزه؟ طبعا في حاجه قريبه يعني نقدر نعرفها ولا لا حتى؟ لا يعني انا لمحت لها، انا اطمح لتاسيس شركه برمجيات متخصصه تصدر التكنولوجيا للعالم من القطاع. ان شاء الله، وان شاء الله يعني في القريب العاجل العشائد يطلب منك انه تعمل تطبيقات سوشيال ميديا. ليش يحضرون عملنا تطبيق لنا بالضبط؟ يعني لو بدنا نتحدث في موضوع المحتوى الفلسطيني وحظره خلال الحرب، يعني تخيل كل شركات السوشيال ميديا تحالفت مع الكيان الإسرائيلي. صحيح. لحظر المحتوى. صحيح. رغم ذلك هنالك شباب ونشطاء عبر الفيسبوك ابتكروا طرق للتغلب لإيصال الرواية الفلسطينية. نعم. بعد هذا الحديث من المهندس ومن العام ومن جميع الحضور أيضا، سأذهب إلى فاصل قصير أخير وبعد ذلك أتواصل إياكم، تفضلوا بالبقاء. اهلا بكم من جديد، وجد ترحاب بجميع الضيوف، ومباشره لك دكتور لنتحدث حتى لو كان في عجاله. الان نحن نتحدث عن مستشفيات ميدانيه، لاي حد ساهمت هذه المستشفيات في العدوان؟ والسؤال الاخر، ماذا لو كانت هذه المستشفيات بشكل دائم؟ كانت بشكل دائم هذا شيء يعني سعدنا صراحه. اما كيف ساهمت بالنسبه لنا في الحرب الاخيره، شالت عن كاهلنا خاصة يعني الفترة الأخيرة من الحرب لما لغاية لما استقرت هذه المستشفيات، شالت عن كاهلنا حمل كبير صراحة. احنا تريحنا جدا يعني، وحسينا انه الأمور بدأت تمشي بسلاسة، ما كانش بطل في تكدس في المستشفى واحد زي ما كان في بداية الحرب على الشفا، وخصوصا انه كان قبلها كورونا والحديث الآن. صحيح. كانوا المرضى فعليا يناموا على الـ على الـ على الأرض يعني حقيقة يعني. طب إلى حد تحتاجون أيضا إلى تدريب الكوادر؟ تدريب ايش؟ تدريب لهذه الكوادر الطبيه للتعامل مع جميع الحالات، لانه انت في القطاع تتعامل مع كل الحالات، لا تتعامل مع حاله محدده. انا جاوبتك على سؤال يمكن في الاجابه السابقه، انه احنا عندنا دكاتره ممكن تدرب العالم جد بدون مبالغه، لكن احنا بحاجه اول شيء الادوات، الامكانيات، بحاجه الامكانيات، وبحاجه انه يكون عندنا دعم مادي، انه نحط بروتوكولات واضحه نمشي عليها. تمام. الاطباء او الطلبه اللي في الجامعات في كليات الطب يلاقوا برامج تعليميه افضل من اللي موجوده الان. تمام. يرتقوا بمستوى البرامج التعليميه بالمشاركه مع الجامعات الدوليه، انه احنا نصير ليش احنا يا اخي ما نصير زي مثلا الاردن، يعني مستوانا زي الجامعه الاردنيه مثلا، يعني هذا طموح وحق مشروع للجامعات اللي في غزه. طبعا. فهذا الفكره، انه احنا بحاجه الى انه نفك الحصار هذا عنا، عشان احنا نقدر انه يصير في تبادل خبرات، تبادل ثقافات. الدكاتره اللي من مثلا بريطانيا يجوا يدرسوا عندنا، في كثير دكاتره عرضيين انه يجوا هنا، بس للاسف يعني طرق ممنوعه. نعم. هذه الفكره. يبقى مقابل انت لديك ايضا ليس فقط مبادرات، ولكن ايضا لديك اعمال اخرى. انا مدرسه بالتعليم. نعم. والحمد لله مؤخرا اخذت تصنيف من 100 امراه ملهمه على مستوى العالم من البي بي سي لاختراع وابتكار جهاز التعقيم الذكي، والآن بانتظار شهور قليلة لأخذ براءة الاختراع من وزارة الاقتصاد رام الله. والحمد لله بقوم على مبادرات عديدة أيضا لطالباتي بالمدرسة، هناك مبادرات عديدة جدا، سواء كانت كوبون لشراء من المقصف لتساوي الطالبات بين بعض ما يكون في فروق فردية، أيضا لكسوتهم بملابس جديدة، أيضا لقرطاسية، أيضا لبكت ماني للعائلة أو مصروف لإلها دعم، وايضا كمان نفسيا يعني احنا مع الطالبات. مؤخرا بالشهادات يوم الخميس كان عندنا طالبه اختها كانت شهيده وقمنا بتكريمها، فكان حدث مؤلم جدا جدا وعصيب جدا. ايضا هناك مدرسات بيوتهم اتدمرت وتهجروا. تذهبي الى الاثر الاجتماعي اكثر وانعكاسه على الناس بهذه المبادرات. صحيح. هذا ما تذهبي بالتفكير. صحيح. بتمنى عن جد انه
عبر منبركم يوصل صوتنا، سواء كان كمدرسة كصاحبة مبادرات، إنه يكون في معانا يتوجه أي داعم أو ما نحن إقامة هاي المبادرات وتكون مجانية 100% للتفريغ النفسي. نعم. سواء أسرياً للكبار أو للصغار، للدعم سواء كان حتى دخول مجاناً، تذاكر، ألعاب، رسومات للأطفال، وتكون بالمحافظات السبعة مش فقط بقطاع غزة، لأنه البادجت والكوست كتير عالي، وأنا شخصياً ما بقدر، بس كوني أقامة كرنفال وأقام لمدة يومين ويحضروا أكثر من 25 ألف شخص وكله يطالب بده بإقامة كرنفالات ثانية، فهذا إشي كتير مميز ورائع. وهذا أثبت نجاح الكرنفال. الحمد لله. وتفكر بكرنفالات؟ طبعاً قديمة. نفسي يعني أنا أعمله بصراحة جباليا وخان يونس، بس برجع بقول لك الإشي يعني إذا توفرت الإمكانيات والدعم توفر طبعاً كل شيء. طبعاً بقيمه ثاني يوم، الخبرة موجودة والكدر موجود وكل شيء موجود. نعم. الدكتور الحسن سؤال لك، طالبة بتبادل الخبرات وبالتالي ربما أيضا نحتاج إلى تبادل، أن نذهب إلى جامعات عربية وتأتي طلاب عرب إلى غزة، لكن الوضع أنت تعلم به تماما، هل هذا طموح أيضا لدى الطالب الجامعي في قطاع غزة؟ يعني إحنا ما اخترناش إنه إحنا ننشأ هذه في هذه الظروف، لكن إحنا قبلنا التحديات اللي فيها، حلم أي طالب إنه يتبادل الخبرات ويعمل إكسشينج كلتشر بين الدول، لكن احنا كل ما تزيد علينا الشروط والتحديات احنا بنقبلها، وكرساله تحدي ورساله صمود انه احنا حنضلنا مستمرين في العمل وحنضلنا مستمرين في الدراسه لا حديث ما تتغير هذه الاوضاع. الدراسه ستطبق في القطاع ام ان الدراسه من اجل الدراسه؟ اكرر هذا السؤال عليه. والدراسة يعني في يعني أوجه إلها تطبق، في أوجه إلها يعني أنت بتدرس شغلات ما بتلاقي لهاش أي فرص، لكن بغض النظر عن الناتج اللي حيطلع عنها، إنه استمرارك في الدراسة وحده رسالة صمود ورسالة تحدي للواقع اللي إحنا انفرض علينا ما اخترناه. سؤال آخر، وأنت طالب وأنت أيضا تعمل، كيف هو سوق العمل؟ نسبة بطالة كبيرة في غزة. هو أنا أجتني فرصة عمل أثناء رحلة الدراسية. نعم. كان في بيني أني أختار ما بين أني أستمر في العمل أو أركز في العمل أو أني أستمر في الدراسة، بس هان فرص العمل فرص ذهبية يعني بتيجي مرة لا تعوض. نعم. بالشكل اللي إجت فيه، فأنا اخترت أني أنا أتجه إلى سوق العمل بالتوافق مع الدراسة، لكن هذا الأمر أثر على بطء العملية الدراسية على أساس أنه أنا ما أخسر فرصة العمل، والعمل بطبيعة الحال أنه بده شهادات عشان تتطور فيه، فهذا الأمر كله تحديات إحنا يعني بنحاول نتجاوزها نفسياً على أقل تقدير، نفسياً على الأقل يعني، أو يعني بنحاول أنه نحقق يعني فيها تقدم على أساس أنه ما تروحش الأعمار هيك وما تروحش. وهذا يعود إلى الأساس، والأساس المعلم في تنشئة الطالب، إذا حمل يزداد على المعلم الفلسطيني الآن خصوصا في قطاع غزة مع انتهاء هذا العدوان الآن، كيف هل سيكون هناك خطط مختلفة من قبل المعلمين للطلاب؟ هل سيكون هناك خطط مختلفة من قبلكم للطلاب؟ يعني بصراحة حتى لو كانت مبادرات شخصية من المعلمين، لا أتحدث عن شيء محدد. نعم. قضية استمرار وديمومة عجلة التعليم لا مناص. نعم. ستبقى دائمة، سواء عدوان إسرائيلي صهيوني على غزة، سواء كورونا، أي شيء لن يوقف هذه العملية التعليمية التعلمية بصراحة. يعني لما إجا موضوع وباء كورونا، نعم، استبدلنا فيه اللي هو التعليم الإلكتروني ومشينا والحمد لله الطالب استفاد. كانت هناك تحديات في التعليم الإلكتروني، وبصراحة المعلمين قبلوا بلاء حسن جميل ورائع في هذا العملية التعليمية، ووصلوا المفردات كلها للطالب. بصراحة اليوم إحنا أنهينا العام الدراسي. تعتبر تجربة التعليم عن بعد نجحت إلى نسبة محددة؟ إلى نسبة يعني ممكن نقول 70% نجحت التعليم عن بعد، خاصة يعني ممكن 30 الباقية أماكن نائية، الطالب ما عنده إمكانية لأنه يعني يكون عنده أجهزة. نعم. هواتف لوحي أو ما إلى ذلك. على أي حال، قضية أنه الآن إحنا اضطرينا اضطراراً إنهاء العملية التعليمية. بمعنى الأصل المعلم في ميدان العمل في المدرسة، الأصل الطالب زي وزي أي طالب في العالم عم يقعد الدراسة وبدرس، لكن عندنا الآن إحنا ما يزيد عن 70 مدرسة مدمرة لا تستطيع أن تستمر في العملية التعليمية. الآن هذول الشهرين خداهم كبرهة زمنية ل
للطالب وللمعلم، ومن ثم كي نستطيع ترميم هذه المدارس والعودة إن شاء الله في شهر 8، يعني كمان شهرين إن شاء الله العودة للمدارس. رغم الاحتلال ورغم ألف الاحتلال سنعود للمدارس ونبني المدارس ونعلم أبنائنا أكبادا إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم جميع الضيوف. اسمعوا لي أن أبدأ الشكر بما انتهى به الأستاذ أحمد سمنو. شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد. شكرا للمهندس محمود أبو غو. شكرا لك هبة الهندية. شكرا موصول لك أيضا الحاج سعيد الدعور. شكرا لك دكتور عبد الله البدري، والشكر أيضا لك الحسن السلمي. شكرا جزيلا لكم. نلتقيكم غدا من قطاع غزة أيضا في حلقة جديدة. دمتم بخير، كل التحايا.